السلام عليكم ورحمة الله، اهلا بكم معايا في فيديو جديد. معكم مامة عمر. فيديو النهاردة ان شاء الله هنعمل توكة جميلة جدا بطريقة سهلة تقدري تبدأي بيها مشروع من البيت، سهلة جدا. يلا تابعوا معايا الفيديو. لو اول مرة تشوفيني انسى اعمل اشتراك القناة وفعلي زر الجرس ولايك للفيديو. يلا نبدأ على بركة الله. ايه هحتاج ايه للتوكة بتاعتي النهاردة؟ هحتاج الستان العادي سواء عادي او مضلع المتوفر عندك، عرض 2 سنتي، وهحتاج كمان نفس اللون او درجة مقاربة ليه، ستان 1 سنتي. لو كان مضلع هيبقى الصغير مضلع، لو كان عادي هيبقى الاثنين عادي. تمام. اول حاجة انا هعمل 3 قطع. طول القطعة بتاعتي 27 سنتي، 3 قطع متساويين من الستان، طول القطعة 27 سنتي. تمام يا بنات، فهبدأ أحدد الستان بتاعي زي ما متعودين. طبعا الأطراف بتاعته بالولع بالشكل ده. تمام، ال3 قطع هنحددهم. وهنا بنات عشان خاطر تسهلي الشغل بتاعك في شغل الفيونكات أو الطريقة بتاعتها تكون سهلة عليكي، هتعملي استنباط من كرتونة عادية بالشكل ده. هتحددي فيها مقاس الفيونكة اللي انت عايزاها وتعملي منها احجام مختلفة بالشكل ده. لو حابين الطريقة بتاعتها بالظبط اعملها لكم بمقاساتها، هعملها لكم في فيديو منفصل. لو حابين انفذها لكم سيبولي في الكومنتات. فانا معايا قطعة الكرتون بتاعتي دي مقاسها 13 سنتي. تمام، فهنا هبدأ اثبت قطع الستان اللي انا قصتها بالشكل ده. اول واحدة خليهم حوالي 0.5 سنتي كده على بعضها، وهثبتها معايا الدبوس بالشكل ده اهو. التانية بنفس الطريقة. وهثبتها كمان معايا بدبوس. والقطعة الثالثة بنفس الطريقة. القطعة الثالثة انا هثبتها بايدي، وهبدأ معايا ابرة وخيط وهدخل من تحت كده، وهبدأ اخيط بالشكل ده. الخياطة اللي بنلم بيها الفيونكة بتاعتنا. بعدها القطعة اللي بعدها اهو. تمام، وعملت القطعة التالتة بنفس الطريقة، وهو معايا الخيط بتاعي قاعد. هبدأ أسحب الشرايط بتاعتي من الكرتونة بالشكل ده. اهو، وهبدأ أسحب الخيط بتاعي بالشكل ده اهو. هظبطهم كده هما التلاتة، وهبدأ ألف الخيط، وهقفله كده. هقص الخيط بتاعي. تمام، هنا بنات بنضمن ال3 قطع هيكونوا معايا قد بعض بالظبط. تمام، تاني حاجة شكل الفيونكة هيكون معايا في المنتصف بالظبط، يعني ما فيش واحدة هتكون اكبر من التانية او اصغر من التانية، لا هما التلاتة هيكونوا معاكي نفس المقاس وهيديني الشكل ده. شايفين، والطريقة بتاعتها سهلة جدا ومش هتاخد وقت معاكي، بدل ما تشتغلي كل قطعة وحدها وتلميها وحدها بعدين تجمعيهم، لا بالطريقة دي هتخلي هتلميهم بطريقة سهلة. تمام كده خلاص خلصنا جزء الستان. الخطوة الجاية من التوكة هنعمل ايه؟
هنا معايا جلد كافيار وجلد كريستال. القطع دي بشكلها ازاي يا بنات؟ انا هنا اهو ده قماش جوخ، ده اللي عاملة عليه الاستنباط بتاعتي. عاملاها من فين؟ على التليفون بتاعك، اي تليفون هتلاقي الاشكال دي، هتبحثي عنها وهتلاقي الاشكال بتاعتها بكل سهولة، اشكال الفنكات. فببدأ ان انا اشفها كده من التليفون، اكبر الشاشة. ودي الطريقة طبعا السهلة دي، ممكن ترسميها، ممكن ترسميها كده هو رسم بمقاسات معينة وترسميها وتعملي الاستنباط بتاعتك زي كده، او اسهل طريقة اللي هي طريقة التليفون اللي بقول لكم عليها معايا. وهنا هبدأ على الجلد بتاعي ده، جلد كريستال، هبدأ اثبتها كده اهو، وبالقلم بتاعي يستحسن طبعا القلم الحراري عشان خاطر لو في اي زيادة من الحبر تتمسح معايا. ببدأ ارسم كده اهو نفس الشكل وافرغه. تمام، الشكلين دول هيعملوا لي ايه؟ هيعملوا لي شكل الفيونكة دي. هعملها ازاي؟ هنا هبدأ دي هجمعها كده اهو بالشمع وهثبتها، وهثبتها على القطع التانية اهو بالشكل ده، نجمعها مع بعض. وهنا هبدأ اجمع الفيونكة بتاعتي، هحط جزء من الشمع كده هنا في الوسط وهثبت كده حتة، وهنا التانية. تمام، شايفين شكلها؟ وهبدأ هثبتها على الجزء التاني. نفس الفيونكة دي يا بنات ممكن نستخدمها على طوق للشعر، شكلها جميل جدا. تابعوا معايا لنهاية الفيديو هوريها لكم شكلها على الطوق ازاي. وهنا ده الفيونكة بتاعتي اللي من الستان، هبدأ اثبت عليها بالشمع كده. الفيونكة الجلد اهو هظبط شكلها كده. هظبط كده قبل ايه الشمع ما يثبت. تمام، وهنا هبدأ من ظهرها كده اهو هثبت. هجيب معايا قطعة من الستان اللي هو 1 سنتي وهثبت كده، وهبدأ اثبتها كده. تمام يا بنات، قبل ما الف اللفة التانية هنا هكون مجهزة المشبك بتاعي، ممكن نشبك مشبك وممكن توكا استك. هثبت المشبك كده الأول، وهبدأ افتحه كده وهلف عليه الستانة كده اهو، وهلف كمان مرة. وهنا يا بنات اهو لفتها لفة تاني خلاص وقفلتها كده، ده كده شكلها. هنا هبدأ ازينها باي استرس كده معايا، او ممكن
الفصل ده الالماس، اي حاجة حابة تزيني بيها كده هنا في الوسط. انا هزينها بالاسترس ده اهو. هثبتها كده كويس، ودي بنات اللي الشكل النهائي ليها شكلها تحفة جدا. هوريها لكم كمان في اللون الاسود، شايفين يا بنات شكلها ده في هنا في اللون الاسود وهنا في اللون الفضي. وطبعا تقدري تستخدمي اي الوان، ده دي بالستان المضلع وهنا بالستان العادي، شكلها في الاتنين تحفة. تقدري تعملي منها الوان كتير وتشكلي منها، شكلها جميل جدا. وشفنا الطريقة بتاعتها سهلة، وزي ما قلنا نفس الفنكة دي نقدر نستخدمها على طول اهو يا بنات، شكلها على الطوق. يعني شايفين ده كده طقم وحده اهو، الطوق بالستان الفضي، وده شايفين تقفيل الطوق بتاعنا، سهلة جدا. احنا بنقفل الطوق، بنبطن الطوق وبنعمل الفنكة بالطريقة اللي قلنا عليها وبنثبتها على الطوق، ونفس الاسترس هنا نفس الطقم، ونقدر ننفذ كمان نفس الطوق ده على التوكة اللي باللون الاسود. شايفين شكلها تحفة تحفة جدا. بس يا بنات ده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون سهل عليكم وفكرة ان شاء الله تنفذوها بكل سهولة. لو عجبكم الفيديو ريت تعملوا لايك واشتركوا القناة لو مكنتيش مشتركة معايا في القناة، وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.